السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا رسميا تشديد شروط لم الشمل بالسويد بحسب ما أعلنت مصلحة الهجرة السويدية اليوم بتاريخ 10/11/2023. التشديدات الجديدة اللي رح تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 ديسمبر 2023 تشمل عدة نقاط حكينا عنها بفيديو سابق، والنقطة الأبرز هي زيادة الحد الأدنى لعمر الزوجين للم الشمل من 18 إلى 21 عام، وذلك بهدف مكافحة الزواج القسري بحسب مصلحة الهجرة. أما النقطة الثانية واللي أيضا مهمة جدا هي إلغاء الإعفاء من شرط الإعالة بالنسبة للناس اللي بتقدم لم الشمل خلال أول 3 أشهر، وهذا الشيء بيشمل فقط اللجوء الإنساني أو الحماية البديلة، أما الأشخاص اللي لجوءهم سياسي فبيضل عندهم الإعفاء إذا قدموا لم الشمل خلال أول 3 أشهر من حصولهم على الإقامة لأول مرة. وبالإضافة إلى ذلك رح يكون في هناك تشديد أكبر على موضوع منح الإقامات لظروف مؤلمة أو ظروف إنسانية، ورح يكون في اعتبارات أخرى لهذا الموضوع بحسب التقييمات الجديدة لمصلحة الهجرة السويدية. طبعا أكيد رح يكون في استثناءات لهي القرارات، لكن من الصعب تحديدها حاليا بانتظار دخول هاي القوانين حيز التنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع. هيك احنا بنوصل لختام هذا الفيديو، بتمنى أن تشاركوه على أوسع نطاق حتى الجميع يعرف هاي المعلومة. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.